ويبقى معنا محمد من لندن. إذن محمد، تفاصيل هذا القرار المفاجئ للخارجية البريطانية، وهل من رد على ما ذكرته وزيرة الخارجية الإسبانية بأن بعض المناطق في إسبانيا كجزر الكناري والبليار ربما هي أكثر أمنا من المملكة المتحدة؟ نعم الزميل أحمد، نحن أمام عقدتين، عقدة بوريس جونسون أو الحكومة البريطانية التي تستمر فيها منذ شهر مارس الماضي عندما تأخرت في الإغلاق وباتت المعارضة تعاتب حكومة بوريس جونسون على ذلك، وبين عقدة وزارة الخارجية الإسبانية التي لا تريد أن تخسر السياحة البريطانية خاصة في هذا الوقت، وبالتالي الكل يدافع عن مصالحه الخاصة. حكومة بوريس جونسون لا تريد أن تكون محل انتقاد مرة ثانية، وبالتالي بمجرد انتشار الوباء مرة ثانية في برشلونة ومدريد قررت وزارة الخارجية البريطانية بشكل مباشر أن تفرض الحجر الصحي على القادمين من إسبانيا، وأن تعطي نصيحة بأنه لا الذهاب إلى إسبانيا إلا للضرورة القصوى. هذا الأمر أكيد سيكون له تأثير على السياحة البريطانية لإسبانيا. نحن نعلم أن الخارجية البريطانية قالت أنه أكثر من 100,000 بريطاني يوجدون الآن في إسبانيا، وبالتالي الأكيد يا إما أنهم سيعودون أو أنهم سيمددون من عطلهم، وفي كلتا الحالة ستتوقف الرحلات. نحن نعلم أن شركة توي أوقفت رحلاتها اليوم إلى إسبانيا. صحيح أن وزارة الخارجية الإسبانية عندما قالت أن جزر الكناري وجزر البريار خارج منطقة انتشار الوباء، لكن لا تزال الرحلات الداخلية داخل إسبانيا للطيران بين جزر البليار وبرشلونة ومدريد وجزر الكناري مستمرة، وبالتالي من السهل جدا أن ينتقل الوباء. أظن أن حكومة بوريس جونسون لا تريد أن تعطي فرصة للمعارضة، وإن كان البرلمان في عطلته الصيفية، لكن نحن نعلم أن كير ستارما يتصيد الأخطاء بذكاء وبوصف قانوني باعتبار خبرته القانونية كمدعي عام سابق. نعم محمد فنيش مراسلنا في لندن، شكرا جزيلا لك.